معلم. هي في ناس بيسوا ذهب وفي ناس بينبيعوا بتلاتين من الفضة. تنك خي تنك. لحظة ما فهمت، عم تحكي عن تنك تنك يعني؟ ايه شو تنك التنك؟ ايه عم بحكي هون ناس بينبيعوا تلاتين من الفضة تنك يعني. اه ما فكرتك عم تحكي عن هودي اللي التنك المازوت الأحمر يعني. لا 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 شو جايب هلا المازوت الأحمر أنت كمان يعني؟ لا عم بحكي أنا يعني إنه الناس معادن. اه معادن يعني عم تحكي مثل معادن يعني فضة ونحاس وهيك أشياء. ايه هيك شيء. اه فكر عنه نحاس تبع شركة الكهرباء يعني هول الكابلات. لخ لا 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 شو بك أنت لحقني هيك بالموضوع؟ عم بحكي عن شيء تاني، أنا بحكي بشكل رمزي، أنا عم بحكي عن الحقوق. اه الحقوق. ايه فهلا فهمت عليك، أنت عم تحكي عن حقوق الموظفين وحقوق الفواتير الكهرباء والتليفون. لا لا شو خص هلا الكهرباء والتليفون؟ كل ما بقول لك جبت لي كهرباء وتليفون مزبوط. لا عم بحكي انا يعني عن واحد هذا حقوق الطايفي يعني. هيدي اللي طايفي وكل ما تطوف اصواتها على غيرك وبتكبك لقلك برا. خي مش مهم، انا مهم صحه التمثيل، مهم المبادئ. المبادئ هيدي اللي بعتها بورقه التوت. انت لا سائل.